تنضم إلينا من الخرطوم مراسلة الغد سهام سعيد. سهام، لعل الأبرز أو السؤال الأبرز هنا، من أين سيبدأ حمدوك مهامه؟ لم أسمعك جيدا، عفوا. أتحدث عن بداية حمدوك لمهامه. نعم، صلاح، دور حمدوك في هذه المرحلة والمهام الموكلة إليه هي قيادة الجهاز التنفيذي من خلال رئاسته لمجلس وزراء الكفاءات الذي سيكونه، ومطالب بتكوين هذا المجلس واختيار الوزراء الذين يشكلون كفاءات سودانية في مجالاتهم ليشغلوا الحقائب الوزارية المختلفة، وعليه أن يدير البلاد كرئيس للوزراء ولكن تحت إشراف المجلس السيادي. طيب، ماذا عن طبيعة الحكومة المقبلة والأسس التي ستبنى عليها هذه الحكومة؟ كل يعني ما يقال الآن حول تكوين هذه الحكومة أنها ستكون حكومة تكنوقراط أو كفاءات، ذلك حتى لا يكون هنالك أي نوع من المحاصصة الحزبية التي يعني شكلت واحدة من الخلافات في المرحلة الماضية، وربما أدت إلى الكثير من التعقيدات في المشهد السوداني قبل 25 من أكتوبر، حتى حدثت الأحداث في 25 من أكتوبر حينما قام القائد العام للجيش بحل مجلسي السيادة والوزراء. إذن هي حكومة كفاءات حتى الآن، من المتوقع أن تتكون. ولم يعني نعم سيام، ماذا عن المعتقلين من قوى الحرية والتغيير؟ هل هناك أنباء تتحدث عن أسماء أخرى سيتم الإفراج عنها؟ نعم، حتى الآن هي المجموعة المكونة من الأربعة من قادة الحرية والتغيير الذين تم إطلاق سراحهم بالأمس، هم ياسر عرمان وعلي الريح السنهوري والصديق الصادق المهدي وعمر الدقير، هؤلاء الأربعة تم إطلاق سراحهم بالأمس، ويعني كما أعلن سيتم إطلاق سراح المعتقلين تباعا إلا بعض الذين لديهم أو وجهت لهم تهم جنائية. اليوم حتى الآن لم نشهد إطلاق صراحة أي من المعتقلين السياسيين أو المعتقلين الوزراء أو قادة الحرية والتغيير. طيب، كل هذه التحركات على المستوى السياسي كيف تؤثر الآن على مستوى الشارع السوداني؟ نعم، هذا الاتفاق الذي وقع بالأمس بين البرهان وحمدوك أثار الكثير من الجدل في الشارع السوداني وقوبل بالكثير من الرفض من الشارع ومن القوى السياسية التي تشكل خاصة الحرية والتغيير المجلس المركزي، التي يعني أصدرت بيانات مجتمعة ومنفردة وأعلنت أنها بريئة من هذا الاتفاق. حتى وزراء الحكومة المقالة التي كان يرأسها حمدوك أيضا أصدروا بيانا أعلنوا فيهم أنهم يعارضون هذا عفوا الاتفاق. إذن هذا الاتفاق ربما يعني سياسيا هو حرك المشهد السياسي في السودان، ولكن الشارع الآن يعني يقف بعيدا ويراقب بصمت ويعارض بصورة كبيرة. سهام سعيد مراسلة الغد، كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا.